النهارده بقى في يونت جديده اللي هي المفروض اخر يونت في المنهج. زي ما انتم شايفين النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها سويل كومبوننتس. سويل اللي هي اللي ماسكها في ايده دي، عارفينها؟ تهيألي كلنا سمعنا كلمه سويل قبل كده، وكنا اتكلمنا عليها في اخر الترم اللي فات لما اتكلمنا عن حاجه اسمها ايكو سيستم لو فاكرين، وقلنا ان الايكو سيستم ده هو السراوندنج انفايرمنت اللي حوالينا. كان من ضمن الكومبوننتس بتاعه الايكو سيستم السويل. السويل دي عباره عن ايه؟ كلكم كده سامعيني بس مبدئيا قبل ما ابدا عشان ما نضطرش نعيد يعني ونضيع وقت بعض. كله سامع؟ سامع بس يعمل لي تمام زي الفل، انا مبسوط. طيب يعني ايه كلمه سويل؟ كلمه سويل الديفينيشن بتاعها بتاع الساينس هو كلام شويه يعني ممكن يبقى كومبليكيتد بس هنفسره هنلاقيه بسيط جدا. طيب مبدئيا يعني ايه سويل؟ يعني نون كومباكتد superficial layer which cover the earth crust. يعني ايه الكلام ده؟ كلمة non compacted ليها معنى تاني او ليها يعني لفظ تاني اسمه loose. loose يعني هي كلها not in one piece، يعني هي عبارة عن different pieces صغيرة. انت لو خدتي جزء من السامبل اللي في السويل، خدتي حتة سامبل يعني سامبل يعني من السويل اللي في الارض، اول ما تمسكيها هتلاقيها وقعت من ايدك كده فتتت. هي معنى كلمة non compacted اللي هي مفتتة او loose، تمام؟ اللي هي different pieces مش one piece، ده معنى كلمة non compacted. طيب يعني ايه كلمة superficial؟ superficial هي كلمة upper يعني الطبقة اللي بره. ال upper layer يعني الطبقة اللي بره، يعني لو تخيلنا مثلا ال earth البلانت earth بتاعنا كوكب الارض، اللاير اللي بره لو تخيلناه مثلا هو شبه الاورنج، مش الاورنج البرتقال اللي احنا بناكله ده، بنشيل منه layer طبقة من بره. الفيرست لاير دي او الثين لاير اللي بره دي هي لو البرتقانيه هي الايرث بلانيت بتاعي هتبقى هي القشره بتاعه البرتقانيه هي السويل، بس طبعا ريليتد بالسايز بتاع الايرث، يعني هي ثين لاير اه سويل ثين لاير بس مقارنه بالسايز بتاع الايرث، يعني دي برضو لاير كبيره ما نقدرش نتغاضى عنها. تمام كده؟ يبقى عرفنا يعني ايه كلمه سويل. سويل يعني نون كومباكتد او ثين نون كومباكتد سوبرفيشال لاير او ثين لوز ابر لاير. الاثنين صح، الاثنين معناهم خلاص عرفنا نون كومباكتد او لوز معناها ديفرنت بيسز او نوت ان وان بيس، وسوبرفيشال عرفنا معناها ابر. وارث كراست اللي هي زي ما قلت لكم كده، كلمه كراست هنا معناها اللي هي ايه القشره زي قشره البرتقانيه كده اللي هي الطبقه اللي بره اللاير اللي بره، تمام؟ حتى هي معناها بالعربي القشره الارضيه. ايه وحضرتك عملت حاجه؟ لا معلش لو دي فويس شويه ممكن علي صوتك. انا لسه داخله دلوقتي وحضرتك عملت حاجه. احنا قلنا الديفينيشن بتاع السويل بس، يعني ايه سويل؟ سويل دي جزء من الانفايرمنت اللي حوالينا عباره عن ثين ونون كومباكتد، رفيعه ونون كومباكتد يعني مفتته، تمام؟ وسوبرفيشال يعني ايه سوبرفيشال؟ يعني بره ابر لاير، ابر الطبقه اللي فوق من الايرث كراست، الطبقه اللي بره من الكره الارضيه كلها، ده اللي احنا قلناه. تمام؟ خديجه عايزه تسالي على حاجه؟ خديجه ايوه خديجه عندي سؤال. قولي هو سويل ده ايه بقى؟ يعني هو رمل ولا هو ايه بقى بالعربي؟ هو كل حاجه، سويل دي يعني التربه اصلا. هي كل هنعرف ان اللي انت بتقولي عليها هي الرمله ولا الطينه ولا مش عارف ايه، دي انواع من السويل. تمام؟ احنا هنتكلم عنهم في الليسون اللي جاي كمان. تمام كده؟ اوكي. يلا لور هاند، قولي يا الاء. ايه ده؟ ايه ده كله هيسال؟ لا هي الاء كان عندك سؤال. الاء ايوه ممكن حضرتك بس تقولي يعني ايه نون كومباكتد تاني؟ طيب نون كومباكتد او لوز الاثنين نفس المعنى، معناها ان انا لما اخد شويه يعني لو مدينا ايدينا في الشارع وجبنا شويه تراب هيبقوا كلهم قطعه واحده زي الطوبه ولا مفتتين؟ مفتتين. هو ده بالظبط معنى كلمه نون كومباكتد، يعني لما بتيجي تشيليها ما بتتشلش حته واحده على بعضها، لا بتبقى نون كومباكتد مفككه. كومباكتد اصلا معناها يعني لازقه في بعضها، انما نون كومباكتد يعني مفككه من بعضها.
طيب معلش عشان تقريبا كله عايز يسأل قدامي، فممكن لما اخلص كل سلايد اللي عنده سؤال فيها قبل ما انقلها يعمل ريز هاند، فبس مبدئيا دلوقتي كله يعمل لور هاند. معلش انا عارف يعني، حاولوا تخلوا جنبكم مثلا نوت بوك وقلم كده عشان برضو السؤال ما يضيعش من دماغكم. اوكي طيب، السويل دي زي ما لسه كنت بقول لآلاء او مش عارفه مين، خديجه كانت بتقول لي هي انهي، الرمله ولا الطينه ولا ايه؟ لا دي في منها ديفرنت تايبس اصلا. طيب الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم حاجتين، الكالر والتكتشر. يعني شويه السويل اللي بتاخديهم مثلا من حته عند جبل هتلاقي لونها مثلا مصفر شويه، انما لو خدتي شويه سويل من حته فيها ارض زراعيه او في البلد مثلا هتلاقيها لونها براون شويه. فدي ودي الاثنين سويل، الفرق بينهم ايه؟ ان هي في منها ديفرنت تايبس. عشان نميز بينهم بنلاقي ان الكالر بتاعها مختلف والتكتشر بتاعتها مختلفه. يعني ايه التكتشر؟ يعني ملمسها زي ما قلنا برضو في الشارع نفسه، ممكن في نفس الشارع لو خدتي شويه تراب من الشارع تلاقي شويه التكتشر بتاعهم ملمسهم خشن، يعني فيهم مثلا زلط وطوب كتير، وشويه تانيين ناعمين خالص اللي هو تراب خالص. تمام، فده على حسب ايه؟ على حسب البارتكل سايز اللي بيتكون منها السويل، يعني المكونات اللي بتتكون منها السويل حجم البارتكلز بتاعتها قد ايه، الكوره نفسها كبيره ولا صغيره، فده هيخلي ملمس السويل يا خشن يا ناعم. يعني هنعرف دلوقتي ان التكتشر ده ممكن يبقى سموث ناعم خالص، جرانيولر يعني محبب شويه في هو تراب بس خشن، او ممكن يبقى روكي رف اللي هو بقى طوب وزلط وحاجات كده كتير. دي سويل ودي سويل ودي سويل، بس في ديفرنت تايبس من السويل وهنتكلم عنهم وكل واحده فيهم استخدامها ايه. في اي مشكله في السلايد دي؟ عرفنا يعني ايه سويل وان ليها ديفرنت تايبس على حسب الكالر بتاعها والتكتشر بتاعتها، وعرفنا ان التكتشر دي ممكن تبقى سموث ناعمه خالص، وممكن تبقى جرانيولر، وممكن تبقى روكي رف. ملك، ملك قولي لي ايه اللي مش فاهماه في السلايد دي؟ ملك، ملك تامر. ملك لو ان في. طيب حنين، صح انا مش فاهمه الحته دي. ملك مش فاهمه انهي حته دي، سلايد طويله عريضه وعدتها، قولي لي انهي جزء بالظبط مش فاهمه. لا اول حاجه يعني ايه سويل اول حاجه؟ بصوا ده يعني هي سويل احنا عارفينها كلنا اصلا، سويل يعني اللي هي التربه اللي في الشارع دي، اللي احنا في الشارع في الارض الزراعيه، الرمله اللي على البحر، كل دي سويل. ما هي دي ده معنى كلمه سويل العادي اللي احنا عارفينه، انما الديفينيشن بتاع الساينس بيفسرها لك بطريقه اوضح شويه، اللي هي يعني ايه نون كومباكتد. نون كومباكتد زي ما كنا لسه بنقول يعني مفتته. طبيعي انت لو خدتي شويه تراب من الارض، هي الارض في الشارع دي معموله سيراميك مثلا؟ لا، ما هي تربه سويل، فبالتالي بتبقى مفتفته، يعني نون كومباكتد اور لوز. طيب يعني ايه سوبرفيشال؟ هي كلمه سوبرفيشال معناها كلمه ابر. ابر يعني فوق، الطبقه اللي فوق في الارض اللي هي اول طبقه خالص في الايرث كراست اللي هي القشره الارضيه بتاعتي. اللي زي ما قلنا لو تخيلنا البلانيت ايرث بتاعي عباره عن برتقانيه اورنج، لما بنشيل القشره بتاعه البرتقانيه هي دي الايرث كراست بتاعتنا، هي دي السويل اللي هي الابر لير اللي بره بتاعه كوكب الارض. تمام حنين، قولي يا حنين. ميس هو يعني انا لما اجي اذاكر السويل تمام اذكر كل الكلام ده اللي ينفع حضرتك تخطط لنا على المهم؟ بصي الحاجات اللي انا عاملاها كالورد دي هي يعني المين بارتس بتاعت الليست اللي ممكن نحفظها. انا بصي يعني انت عارفه ان احنا اوريدي خلصنا المنهج ده، مش لازم تحفظيه، انا عايزاكي تفهمي المغزى من الموضوع، اللي هو عشان لو اتكلمنا في يوم من ذات الايام في اي لسن تاني عن السويل تبقي فاهمه يعني ايه كلمه سويل، وفاهمه ان في منها ديفرنت تايبس، كل واحده ليها كلر مختلف وكل واحده ليها تكتشر مختلف، وده على اي اساس؟ فاهمه؟ بس السويل بتاعتي دي بقى ميد اوف ايه؟ مصنوعه من ايه؟ او ايه هي الكومبوننتس بتاعت السويل؟ المين بارت اوف سويل كلنا عارفينها، بيسز اوف روك، ده يعني ايه 70% من السويل عباره عن بيسز اوف روك. تمام كده؟
طيب في حاجة تانية؟ ما الصويا يا جماعة احنا بنشوفها كده بنمسكها بايدينا. ماشي، ما هي بيسز اوف روك. ايه تاني؟ هو في حاجة تانية بتتكون منها السويل؟ مينلي في ووتر، حتى لو نسبة صغيرة جدا، هي في نسبة رطوبة حتى في الجو ظاهرة في السويل. تمام؟ مش لازم نبقى سقيناها مية او دلقنا مية، في نسبة ووتر موجودة في السويل. طب في ايه كمان؟ في اير، في هواء. طب ليه في هواء يا مس في السويل؟ واحنا مش لسه قايلين ان السويل دي عبارة عن نون كومباكتد، مفتتة او مفككة. ما هو معنى ان هي مفتتة او مفككة يعني في سبيسز، في فراغات بين البارتكلز بتاعتها، فبالتالي في اير. اي فراغ على كوكب الارض فهو في اير. تمام كده؟ يبقى المين كومبوننت بتاع السويل بيسز اوف روك. ايه كمان؟ ووتر. ايه كمان؟ اير. في تو كومبوننتس بقى جداد علينا، وده بقى التاتش بتاع الساينس بتاعنا. طيب ايه هما؟ حاجه اسمها سيلت وحاجه اسمها هومس. سيلت وهومس. طيب بصوا، الهومس ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده على فكره، بس ما قلناش اللفظ ده، يعني ما قلناش الهومس ده باللفظ، بس اتكلمنا عنه. السيلت هنتكلم عنها في الليسون اللي جاي، بس عايزاكم تعرفوا ان من ضمن الكومبوننتس بتاعت السويل سيلت اند هيومس مع البيسز اوف روك اللي هو المين بارت اوف سويل او مين كومبوننت اوف سويل، ووتر واير. فهمنا ليه موجود ووتر وليه موجود اير. طيب جميل جدا. طيب الناس اللي قالوا لي المين كومبوننتس بتاعت السويل عرفوا منين؟ انت شخصيا تقدري تعرفي ده تعمليه ازاي؟ قال لك لو جبتي برطمان او سلندر خدتي فيها سامبل من السويل اللي حتى في الشارع، اي نوع سويل، وحطيتيها في البرطمان ده او السلندر بتاعتي، وحطيتي عليها amount of water، وبعدين عملنا shaking، رجناها. دي لعبة طبعا جميلة. ناخد شوية تراب او شوية سويل نحط عليهم مية ونعمل shaking. طيب خلصنا shaking كويس، نحطها على يعني على الترابيزة مثلا او سطح مستوي لمدة 15 minutes على الاقل، اكتر مفيش مشكلة، بس 15 minutes. طيب ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان في السلندر بتاعتي زي ما احنا شايفينها في الصورة هتتكون او هتظهر اللايرز بتاعت السويل او السويل كومبوننتس. طيب هسألكوا سؤال، لو انا عندي، لو جيت مثلا في البسين مثلا ورميت طوبة، الطوبة دي هتفضل على وش المية ولا هتنزل تحت؟ ها تفتكروا ايه؟ تنزل تحت. هتنزل لتحت. طب تفتكروا برضو ايه السبب؟ عشان هي تقيلة عشان هي حجمها كبير، البارتكل سايز بتاعها كبير، فبالتالي هتنزل لتحت خالص، صح؟ طيب لو جيت بقى ورحت رامية مثلا ريشة، مش هتنزل، هتفضل عايمة على وش المية. ليه؟ عشان السايز بتاعها قليل وخفيفة، فبالتالي هتفضل فوق. طيب هو ده بالظبط اللي هيحصل في السلندر بتاعتي. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الحاجات اللي هي small particles هتفضل فوق عايمة على وش المية في الجزء بتاع السويل، والحاجات اللي هي particle size اكبر هتنزل تحت، فبالتالي هتظهر اللايرز دي. يعني نقدر نفهم من كده ان بالترتيب اول layer فوق في السويل هي small particles، الحاجات الصغنونة، وكل ما ننزل لتحت سوري كل ما ننزل لتحت هتبقى البارتكل سايز بيزيد. تمام كده؟ متفقين على الفكره دي؟ تمام. طيب ايه اول حاجه هتبقى موجوده فوق في السلندر بتاعتي؟ اول حاجه هي الهيومس. الهيومس ده زي ما قلنا ده من ضمن الكومبوننتس بتاعت السويل، هنتكلم عنه ان ديتيلز النهارده، بس مينلي عايزاكم تعرفوا ان الهيومس ده عباره عن النيوترينتس اللي البلانت بيتغذى عليها لو مزروع في السويل. تمام؟ اوكي. طيب ايه بقى بعد كده؟ بعد الهيومس هنلاقي حاجه اسمها كلي اور مد. كلي اور مد دي البارتكل سايز بتاعتها صغنونه خالص، اللي هي نقدر نقول عليها اللي هي الطينه مثلا او الطمي لو بتسمعوا عن الكلمه دي. طيب الحاجه اللي البارتكل سايز بتاعها اكبر اللي هي سيلت، دي اللاير اللي بعد كده. جميل جدا. ايه اللي البارتكل سايز بتاعه اكبر؟ الساند. الساند اللي هي الرمله اللي كلنا عارفينها دي بارتكل سايز اكبر، احنا ممكن نمسك حبايه رمله واحده من كتر ما هو السايز بتاعها كبير، انما ما نقدرش نمسك حبايه تراب.
طيب اللي بعد كده كمان اللي هو اكبر بقى سايز موجود في السويل اللي هي الجرافلز او اللي هي الروكس اللي حجمها كبير اللي موجوده في الاخر. كده احنا خدنا سامبل من السويل وعرفنا ترتيبها ايه علشان نعرف السويل كومبوننتس. احنا الجزء اللي لونه بلو في النص ده اللي هي الووتر اللي قلنا عليها. تمام تمام. يبقى دلوقتي بالترتيب كده الجزء اللي فوق من اي سويل هو عباره عن الهيومس. طيب الكلي او المد ده البارتكل سايز بتاعه صغنن، اللي اكبر منه سيلت، اكبر منه ساند، اكبر منه جرافلز. احنا عرفنا ان حاجه البارتكل سايز بتاعها كبير هي اللي هتنزل لتحت. طيب يهمني ايه بقى اكتر حاجه مهمه في كل دول؟ هي الهيومس. حد فيكم اتفرج على ذا لاين كينج؟ ايه مين اتفرج على لاين كينج؟ انا. حلو جدا، انا بحبه جدا الفيلم ده. طيب فاكرين لما موفاسا قال لسيمبا احنا بناكل البقر وبعد كده احنا لما بنموت جسمنا بيتحول لاعشاب والبلانت يتغذى عليها فيجي البقر ياكل البلانت ده؟ فاكرين الحته دي بالذات من الفيلم؟ طيب تفتكروا ده حصل ازاي؟ ده بقى هو اللي احنا هنقوله دلوقتي. هو احنا لما بنموت جسمنا فعلا بيتحول لاعشاب او مش بس هي مش بصوره دايركت. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ده هو معنى كلمه هيومس. ايه الهيومس دي؟ لو انا او اي انيمال او بلانت مثلا مت، لما الانيمالز دايد ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ديكي او ديكومبوزيشن للكومبوننتس بتاعتي، جسمي بيتحلل صح؟ لو حد فيكم شاف قطة أو كلب في الشارع كان ميت بعد يومين هيلاقيه بدأ ينقص 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 لغاية ما يختفي. ده بيحصل له ديكي أو ديكومبوز اللي هي احنا كنا اتكلمنا عنها في برايمري فور لو فاكرين، كان اسمها ديكومبوزرز، بتتغذى على الديد بوديز علشان تعمل لها ديكي أو ديكومبوزيشن، صح كده؟ جميل. طيب برضو ده ايه علاقته بإن أنا جسمي بيتحول لأعشاب؟ ده هيظهر هنا. لو تخيلنا إن ده بلانت ماشي؟ او انيمال او انا كهيومن لما بموت ايه اللي بيحصل لي؟ بيحصل لي ديكي او ديكومبوزيشن. تمام كده جسمي بيتحلل. طب هو ما هو احنا بيتحلل فين؟ بيتحلل في السويل صح كده؟ جميل. طيب يبقى انا كبلانت او انيمال او يعني في الحاله بتاعتنا كانت مفاسة لما كان بيقول انا لما هموت جسمي هيتحول لاعشاب، ايه اللي حصل؟ حصل له ديكي فبقى عباره عن ديكيد انيمال موجود في السويل. طيب الديكيد انيمال موجود في السويل ده هو الهيومس، هو النيوترينتس او الغذاء اللي بلانت جديد لما يتزرع هيتغذى عليه. عشان كده اكتر سويل تلاقيها خصبه في الزرع ومليانه نيوترينتس كتير هي اللي كانت مثلا زمان قوي كانت مدفن. ليه؟ علشان حصل ديكي لكميه ديد بوديز كتير فزادت نيوترينتس كتير في السويل، فبلانت جديد لما يتغذى عليها، هو السويل دي خصبه مليانه نيوترينتس، فالبلانت الجديد ايه اللي هيحصل له؟ هيكبر ويبقى اعشاب. هو ده اللي حصل. كان مكان البلانت ده مفاسة، لما مات جسمه حصل له ديكومبوزيشن وبقى عباره عن نيوترينتس في السويل اللي هي ايه؟ اللي هي هيومس. خلاص كده؟ لا، جسمه اتحول لاعشاب ازاي؟ لما بلانت جديد اتزرع اتغذى عن النيوترينتس بتاعه الديكيد بودي. فهمنا كده الفكره؟ ها حد مش فاهم يعني هيومس؟ هيومس يعني ديكيد ريمينز اوف ديد انيمال، ديكيد ريمينز اوف ديد انيمال يعني بواقي متحلله من انيمال مات او بلانت او هيومن. اي كائن حي بيموت بيحصل له ديكينج او ديكومبوزيشن. تمام؟ فبيتحول لنيوترينتس بتفضل موجوده في السويل. ايه اللي بيحصل؟ بلانت جديد رايح يكبر يتغذى عليها. تمام كده؟ فيكبر اكتر، كانك حطيتي سمات في السويل. طيب الهيومس ده لونه ايه؟ لما الديد بادي بيتحلل تفتكروا؟ اكيد هتبقى حاجه غامقه كده شكلها مقزز. هي بيبقى لونه دارك براون او بلاك كلر، دارك براون او بلاك كلر. عشان كده السويل اللي ينفع يتزرع فيها اللي هي السويل الخصبه يعني دي بتلاقيها دايما لونها دارك براون او بلاك. ليه؟ عشان فيها كميه كبيره من الهيومس. يبقى لو جه قال لي ليه ذا كلر اوف سويل، جيف ريزون يعني ليه ذا كلر اوف سويل از دارك براون،
مش اي سويل كمان، ده السويل اللي ينفع يتزرع فيها لان هي مليانه نيوترينتس. تمام، ده هيبقى بسبب بريزنس اوف هيومس. في حد مش فاهم يعني ايه هيومس؟ خلاص كده عرفنا الهيومس بيتكون ازاي. طيب هي دي اخر سلايد بس في مفاجاه كده في الاخر يعني هبقى اتكلم معاكم عليها. احنا ليه بقى اصلا بنتكلم عن السويل؟ ليه هي يعني للدرجات دي مهمه يعني فاحنا بنتكلم عنها؟ هنكتشف دلوقتي ان اصلا السويل دي فيري 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 امبورتنت لكل الليفنج اورجانيزمز. ليه بقى؟ لو تخيلنا البلانت اللي عندي تحت ده، تفتكروا البلانت ده محتاج السويل؟ اكيد طول عمرنا يا ميس بندرس ان البلانت محتاج سويل عشان يكبر. طيب السويل بالنسبه له مهمه في ايه؟ مهمه في ان هي اللي بتدي له النيوترينتس اللي لسه متكلمين عنها اللي زي الهيومس مثلا. تمام، طيب بس كده؟ لا، ده كمان اصلا علشان البلانت بتاعي يفضل فيكسد كده وواقف في السويل او يعني واقف في مكانه ثابت، مش واقع، لان البلانت لو وقع هيموت. طيب يبقى السويل دي بتخلي البلانت بتاعي فيكسد ثابت وواقف وفي نفس الوقت تديله نيوترينتس. طيب ده الطبيعي اللي احنا عارفينه عن السويل، ان السويل مهمه جدا للبلانتس. طيب السويل مهمه للانيمالز؟ مش عارف. لا اعرف، السويل مهمه للانيمالز طبعا، في انيمالز بتتغذى على البلانتس دي، فلو مفيش سويل يبقى مفيش بلانتس، يبقى الانيمال نفسه هيموت من الجوع. طب ما عادي يا مس، ما في انيمالز بتاكل انيمالز تانيين، زي ما كنا بنقول اصلا ان البلانت ده سميناه بروديوسر والانيمال سميناه كونسيومر. ماشي، مش كل يعني مثلا البقر والارنب والحاجات دي كلها بتاكل بلانتس، في بقى انيمالز تانية زي اللاين والتايجر والشيتا والحاجات دي بيتغذوا على انيمالز، خلاص يبقى هما مش محتاجين السويل في حاجه. لا، لو رجعت كده وركزت هتلاقي ان زي ما البلانت محتاج سويل والانيمال اللي بياكل البلانت محتاج سويل، ما هو الانيمال اللي بياكل البلانت ده في انيمال تاني بياكل انيمال عايز ياكله، فلو مفيش سويل مفيش بلانت مفيش انيمال مفيش انيمال تاني عايز ياكل الانيمال ده، فبرضه ضعنا. طيب هي السويل بالنسبه لي انا كهيومن امبورتنت؟ طبعا فيري امبورتنت. ليه؟ انا شخصيا باكل بلانتس. طب عادي يا ميس ما تاكليش بلانتس، كلي انيمالز، كلي فرخه، كلي بقره، اي حاجه، صح؟ لا، طب ما ماشي، ما انا مش هاكل جرجير ومش هاكل حاجات بلانتس مباشره، ماشي مش هاكل جزر على طول، اعمل ايه؟ اعمل اي اكله تاني محتاجه لحمه. طب ما هي اللحمه دي كانت انيمال اللي هو اوريدي ما لقاش انيمال تاني ياكله، اللي هو اوريدي ما لقاش بلانت ياكله عشان ما فيش سويل، فلو ما فيش سويل او هي مش مهمه ولا تفرق معانا، ما كناش هنقدر نوصل لان انا ولا اكل ولا بلانت ولا اكل انيمال اصلا. طيب ماشي خلاص، فهمنا ان هي السويل دي فيري امبورتنت للبلانت والانيمال والهيومن. مهمه لحد تاني؟ ده مهمه لمعظم الليفنج اورجانيزمز اللي بتعيش في السويل اصلا. لو سمعنا عن حاجه اسمها ايرث وورم. ايرث وورم ايه الايرث وورم دي؟ الايرث وورم دي اللي هي الدوده اصلا اللي بتعيش في الايرث، بتاخد الايرث دي از شيلتر. شيلتر كلمه شيلتر يعني كانها هوم، البيت اللي بتعيش فيه. ومش بس كده، سام سبايدرز مثلا وسام انتس، نمل، كل الحاجات دي بتعيش جوه السويل لان ده الشيلتر بتاعها، ده بيتها، فلو مفيش سويل الليفنج اورجانيزمز دي مش هتقدر تعيش. سامعين؟ ايوه والله سامعه، قولي بقى بسرعه. هو برضو البلانتس بتنفع في الناس النباتيين وان احنا الاكسجين من النباتات، صح؟ التريز، صح جدا. بس برضو هو يعني انت عايزه سؤالك ايه بقى؟ اللي هو يعني في ناس ما بتاكلش لحمه او انيمالز، يعني الناس الفيجيتيريان، ما هم هيبقوا ستيل، ده دول اكتر ناس بقى هتبقى السويل مهمه بالنسبه لهم، لان هم ما بياكلوش الا بلانتس، وبلانت من غير سويل مش هينفع. ممنوع. تمام كده.